ما تشاهد في هذه الصورة هي صنعاء القديمة، وتعرف أيضا بأنها مدينة الشمس، لكن لماذا؟ وفقا للموقع الجغرافي والفلكي التي بنيت به صنعاء، لاحظ اليمنيون القدامى أن الواجهة الجنوبية للمنزل، والذي أيضا تسمى عند سكان المدينة بالعدنية، أن هذا الشق أكثر عرضة للشمس طول النهار، مما يجعلها أكثر دفئاً في فصل الشتاء القارس البارد في صنعاء، بينما تكون الجهة الشمالية لصنعاء أكثر برودة في الشتاء والغارقة في الظلال. لذلك اختار اليمنيون المنطقة الجنوبية حتى لا تفارق الشمس صنعاء وتصبح أكثر دفئاً. أما في فصل الصيف وأثناء رحلة الشمس من الجنوب إلى الشمال، فيكون الشمال أكثر دفئاً في فصل الصيف، وهو شيء غير مرغوب عند اليمنيين القدامى، فتكون جنوب صنعاء مظللة معتدلة. ولذلك تركزت في الجهة الجنوبية من صنعاء أغلب المنازل والبنايات، وعرفت بمدينة الشمس لأن الشمس تأتي إليها في فصل الشتاء لتدفئها، أما في فصل الصيف فتبعد عنها حبا واحتراما لها. لذلك كأن الشمس تشعر وتفهم وتحس بصنعاء، وصنعاء للشمس والشمس لصنعاء.